شقي خمرات مرشد اجتماعي ورئيس جمعيه التنميه والنشاط الاجتماعي مدينه مرة. الانتخابات المقبله رغم انها كتشكل واحد رهان وانك تضل ربما انك كدير اعاده لجميع الانتخابات اللي مرت منها اللي مر منها المملكه، رغم ان الجميع كيتمنى انها تكون تحمل تغيير وسميتو، الا ان يعني الاشياء اللي كتوقع لحد الان وما كتكتب الشر كما كنقولوا بالخير، هي اعاده نفس البرامج ديال الاحزاب، نفس المقولات، نفس الحملات، نفس يعني كاين اعاده نفس سميتو. ما كنظنش ان غادي تكون واحد تغيير جذري، ما دامت ان العقليه ان كاين تغيير فقط في عقليه، انما ان اللي يمكن انه يجيب لنا ريحه تغيير هو التغيير الشامل والجذري والراديكالي. كنظن الشخصيات اللي يعني العامله على الحق السياسي في المغرب. فوطي وعليا ديري خير فيكم وفيها.